إذا ذكرت كرة السلة دايما بنذكر الكابتن طارق الغنام، اللي بطولات النادي الأهلي دايما عالقة بذكرى للكابتن طارق الغنام. أهلا بيك يا كابتن طارق. خير واهلا بيكم مساء النور يا كابو الكبات. أهلا بحضرتك يا كابتن. حضرتك طبعا الأحداث شفتها إزاي، وقبل ما تقول لنا الأحداث شفتها إزاي، رأي حضرتك في العقوبات من وجهة نظر حضرتك، هل فيها اللي هي جابت حق النادي الأهلي من المواقف اللي حصلت في المباراة؟ بص انا مش عايز اتكلم كتير، انا بس الاول بعتذر لان انا صوتي بايظ شويه من ساعه الماتش. فانا مش عايز اتكلم كتير في الموضوع ده لان انا شايف ان هو طبعا الناس متهيألي كلها شايفه، اكيد انا مش راضي واكيد ما فيش حد راضي. انا هتكلم عن رايي الشخصي، رايي ان لعيبه النادي الاهلي منعت كارثه، وده ما يكونش جزاتهم يعني، لان انت طالب مني ان انا اشوف لعيبتي بتتضرب او واحد جاي يهجم عليا، فالمفروض ان انا احوش عشان ما اتعاقبش. فمتهيألي صعب قوي النادي الاهلي ولاعيبته يبقى جوه النادي الاهلي وتحصل حاجه زي كده يعني، وتقول لي حوش رغم انه وتقول لي ما تحوش اقعد اتفرج. طبعا يمكن يكون ده قانون، بس هنا لو قانون موجود كده يبقى لازم يبقى فيه اكيد في حاجه غلط. يعني كان الموضوع كله قدام الناس يعني. ايه رايك انت في اللي انت يعني انا يعني انا ممكن ادي عقوبه لو انا كنت موجود، لو سمعت، لكن متهيألي كان في ناس كتير شايفه يعني. انت مش محتاج ان انت ترجع لحد او ولا ترجع لفيديوهات، انت الموضوع قدامك بس. طبعا اكيد مش راضي عن الوضع، ومتهيألي ان الموضوع هيبقى، اتمنى مراجعه القرارات يعني. اتمنى. ورأي حضرتك مهم لينا جدا يا كابتن، ولكن جمهور النادي الاهلي من المباراه تفائل بفريق السله وفريق الباسكت عندنا، وحس ببوادر خصوصا المحترف الامريكي اليكس يونج كصفقه وايهاب امين واحمد اسماعيل. حابب حضرتك تقول لجمهور النادي الاهلي ينتظر ايه من الفريق الموسم ده، ورساله تطمن بيها الجمهور اللي بيهتم جدا جدا بفريق الباسكت في النادي الاهلي. لا انا بقول لهم ان شاء الله، اولا دي بدايه الحمد لله ان هي ربنا وفقنا وعلى فكره انا عايز اقول لك حاجه، انا اللي ساحب قرعه الكاس يعني، انا اللي مطلع الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك في كاس مصر في دور ال 16. فانا كانت وجهه نظري، طبعا الناس قالت فيها يعني بدري، او انا قلت لهم انا عندي تارجت يا جماعه، الحمد لله ان انا الناس دي الناس كلها لازم تشوف فرقه النادي الاهلي، مجلس الاداره لازم يشوف النادي الاهلي، لازم يشوف فرقته اللي اتغيرت السنه دي وصرف عليها صرف ايه اللي يحصل لما يتصرف على فرقه زي دي، بيبقى فيه زي بتقول دي عائد، كنت نفسي افرجهم على العائد ونتفرج كلنا على العائد، والحمد لله رب العالمين ان الناس كلها شافت. متهيألي بعيد عن اي احداث حصلت، الاهلي يعتبر السنه دي في حته ثانيه، هننافس وبننافس على كل حاجه الحمد لله. ويعني ان شاء الله اتمنى ان الناس كلها تكون راضيه عن الاداء، سيبك من زي ما قلت لك من الاحداث. لسه الاحداث دي متهيألي مش تبقى قرارات نهائيه، ونتمنى الاتحاد السله يرجع لان في ناس كتير مظلومه، في ناس مظلومه وفي ناس كانت تستحق تاخد عقوبه اكتر من كده. ويا مسهل يا رب يعني الدنيا ان شاء الله تبقى كويسه، عندنا ماتشين نركز فيهم اللي جايين، وان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله رب العالمين. ده اللي احنا منتظرينه منك دايما يا كابتن طارق ومن حضرتك الفريق. حضرتك كابتن طارق اتكلمت مع ايهاب امين بعد المباراه تحديدا، وهو كان عامل مباراه كبيره جدا، وبعد ما كمان اتحاد السله حجب جائزه افضل لاعب، يعني حضرتك كلمت معاه لانه اكيد كان مسجل حوالي 34 بونت، وده رقم كويس جدا في السكور اللي حققه النادي الاهلي، وكان يهمنا جدا ان هو يكون هو رجل المباراه بالفعل. اتكلمت معاه في النقطه دي؟ طبعا اتكلمت معاه، ايهاب مش متضايق مش زعلان. متهيألي بس احسن لاعب دي كانت للجمهور او حاجه زي كده، كان في اعلان عن كوره ويلسون هديه او حاجه زي كده، متهيألي ما كانتش هتبقى للاعب نفسه، متهيألي هي لاحد الجماهير يعني. فهي هو الجائزه الماديه كانت هتبقى لاحد الجماهير، لكن هو كجائزه معنويه في مباراه زي دي، مباراه قمه، متهيألي مش محتاجينها من اي حد، هو اكيد ادرى والناس كلها تقدر تديها والناس كلها عارفه مين جمهور النادي الاهلي. اداها له يا كابتن جمهور النادي الاهلي، اداها له. بس يكفينا ان ويكفي شخصيا ان هو ياخد النادي الاهلي اول سنه ليه في النادي الاهلي. لعيبه استحق صراحة، ربنا يكرمه ويوفقه ويكمل على كده هو وزملائه. لعيبه رجاله، الناس كانت بتدافع عن زمايلها اكنهم مع بعض واكنهم مولودين جم النادي الاهلي، رغم ان دي ممكن تكون اول سنه ليهم، ودي طبيعه النادي الاهلي، واللي بيخش جواه بيتحول بيبقى فعلا انسان لينا اسلوب ولينا طبع ولينا مبادئ وندافع عنها، وحتى الجداد ده الوضع
ولازم يخش جوه المنظومه. هو بيخش جوه المنظومه لان مفيش حد بيخش الا ما بيلاقي الدنيا كويسه والعلاقه كويسه بالزبط. وبالعكس يعني احنا بالزبط. فعلا بشكرهم على 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 وقفتهم جنب بعض في الملعب ان هم دافعوا عن الكارثه اللي كانت هتحصل بكل قال حتى لو في عقوبات وما همهمش ولا كان يهمهم وحتى لو حصل التاني وممكن تحصل تاني. وانا بقول لك اكيد هيبقى الوضع مش هنقدر نعمل غير ان احنا نحوش او ان احنا مش هطلع اجري. انا مش هطلع اجري وانا في ملعبي جوه قدام جمهور قدام الاهلي حتى لو مين اللي بيلاعبني. انا اسف في الكلام مش هطلع اجري. انا هخش وهو ده الوضع بالنسبه لنا واتمنى مراجعه القرارات ومتشكر جدا واسف على الاطاله. شكرا يا كابتن وجود حضرتك معانا وحضرتك مش هتتكلم عن نفسك انا عارف لكن حضرتك قلت